السلام عليكم، أنا وهاب وحب أتكلم معاكم في كل ما يتعلق في الموسيقى. في الفيديو اللي طاف تكلمنا عن المدرج الموسيقي والنغمات والسكوت. إذا حابين تتعلمون عن كل هذا بالتفصيل تقدرون توقفون الفيديو هذا، تروحون للقناة وتشوفون الفيديو وترجعوا لي قبل لا نكمل. في الفيديو هذا راح نتكلم عن الكلاف. الكلاف هو رمز موسيقي يحطونه على واحد من الخطوط عشان يتم تحديد النغمات على المدرج. في هذا الفيديو راح نتكلم عن اثنين، الاول هو الجي كلف او يسمونه الترابل كلف، والاف كلف اللي يسمونه البيس كلف. اول شيء نتكلم عن الجي كلف. الجي كلف يحطونه على السطر الثاني من الاسفل على المدرج ويستخدمونه للنغمات في الطبقات الوسطى الى الطبقات العاليه. من الالات اللي تستخدم الجي كلف الكمان والفلوت. لما نحط الجي كلف على المدرج يصير عندنا ترتيب النغمات من الاسفل على الخطوط اي جي بي دي واف، وصير عندنا النغمات في المسافات F, A, C و E. الكلف الثاني عندنا يسمونه الأف كلف أو البيس كلف. الأف كلف هو الكلف الوحيد اللي يستخدمونه للطبقات الغليظة ويقع على السطر الرابع من الأسفل. من الآلات اللي تستخدمه اللي هي التشيلو والبيس جيتار. لما نحط الأف كلف على المدرج ترتيب النغمات راح يتغير معنا. أول سطر من تحت راح يكون عندنا G بعدين B بعدين D F و A. ثاني شيء عندنا المسافات راح تكون A, C, E و G. وعندنا شيء يسمونه الجراند ستاف. الجراند ستاف هو عبارة عن مدرجين مربوطين مع بعض. المدرج اللي فوق يكون G كلف ومدرج اللي تحت يكون F كلف، ومربوطين بالنص في خط إضافي زيادة يسمونه الميدل سي. العازفين البيانو الميدل سي تكون في نص البيانو، تقسم البيانو إلى نصفين، والجي كلف ينعزف في اليد اليمين والأف كلف ينعزف في اليد اليسار. ففي الفيديو هذا تكلمنا عن الكلفس بشكل خاص، الجي كلف والاف كلف، وشفنا شلون لما نحطهم على المدرج يغيرون ترتيب النغمات. اذا عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه اتمنى تسوون لايك وسبسكرايب على القناه عشان تستفيدون زياده، واذا تعرفون احد محتاج هذه المعلومات لا تنسون تدزون له الفيديو. نشوفكم الحلقه الجايه.